هل يجوز التعصب للمذهب الذي يقتدي به الإنسان في أي حكم من أحكام الشريعة حتى لو كان في هذا مخالفة للصواب، أم يجوز تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات؟ وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟ التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، الانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه، فيقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء. نعم. حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي، يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، ما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك. مجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا أو خطأ، سواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب آخر، لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه هذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة ونأخذ بالقول الراجح المطابق بالسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا سواء كان خطأ أو صوابا هذا يعتبر تقليدا أعمى، وإذا كان يرى أنه يجب تقليد إنسان معين هذا ردة عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، إن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من الأئمة المجتهدين رحمهم الله فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة، أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. ضابط ذلك أو المقياس الذي يقاس به الصحة من الخطأ هو موافقته للكتاب والسنة، لا شك. نعم. إن كان كذلك فهو صحيح. نعم. وإلا عدل عنه إلى الصحيح. نعم. بارك الله فيكم.